اهلا بحضراتكم مره تانية. متعودين الفقره التانية بيكون موضوع حواري، موضوع او قضيه، لكن النهارده في ذكرى طبعا رحيل جنرال الكره المصريه الكابتن محمود الجوهري، معانا جنرال اخر، معانا واحد يعتبر شريك النجاح والكفاح، معانا واحد يسمى شيخ المدربين لحراسه المرمى، معانا واحد يسمى صانع ابطال الثلاث خشبات، معانا قيمة كبيرة جدا جدا هو الكابتن فكري صالح. كابتن فكري صالح، أهلا بيك في البيت الكبير. أنا طبعا سعيد أن أنا أشوفك بعد يمكن فترة طويلة جدا جدا، لكن كلنا سعداء أن حضرتك موجود معانا النهاردة وبتشرفنا في البيت الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد الكلام الجميل اللي حضرتك قلته بيبقى صعب أن الواحد يلاقي كلمات تعبر عن الموجود جواه. شرف عظيم ليا اني اكون في قناة النادي الاهلي النهاردة، القلعة الحمراء العظيمة اللي انا بكن لها كل احترام وكل تقدير. سعيد جدا وانا بشوف قناة الاهلي بهذا التطور الجميل اللي ما انا اتفرجت عليكم حلقات كتير، وكان صعب اقعد 3 ساعات ولكن كنت بقعد، بس عرفت انا بقعد ليه، لاني ازاي اللي انا شايفه ده والقابل الجميل اللي عامل حاله من الابداع الجميله. الله يخليك. فبقول بالتوفيق دايما، ودايما العظيم دايما هو عظيم في كل شيء. أتمنى إن شاء الله الإبداع أكتر في كل شيء بالنسبة للقلعة الحمراء. نورنا كابتن، مشرفنا، مشرفنا فعلا. نورنا كابتن. ودي كابتن فكري فرصة بتبقى عظيمة، فرصة عظيمة إن أنت وأنت في البيت الكبير تعيش شوية مع الكبار وتتعلم منهم، وزي ما حضرتك طبعا يعني منورنا ومشرفنا واحنا بنتكلم النهارده في البيت الكبير عن الكبار، سواء اللي بيشرفونا الحقيقه او اللي احنا يعني بنتكلم عنهم او اللي رحلوا عنا، فده شيء يسعدنا جدا. وانا الحقيقه عايزه ابدا الحوار، احنا النهارده بنتكلم في الذكرى الثامنه لوفاه الجنرال الرائع كابتن محمود الجوهري. احنا بس الاول معانا تقرير هنسمعه مع حضرتك والساده المشاهدين، وبعدين نرجع نكمل الكلام. فكري صالح يعد واحدا من أبرز الأسماء التي مرت على تاريخ تدريب حراسة المرمى في الكرة المصرية، ولما لا فهو شيخ المدربين الذي بدأ مسيرته التدريبية وكان عمره 23 عاما فقط. وخلال تلك الفترة الطويلة مع عالم التدريب أشرف على العديد من حراس المرمى الذين تمكنوا من تسطير أسمائهم بحروف من ذهب، فهو مكتشف المواهب كما تلقبه الجماهير. فكري صالح يعتبر من أهم العسكريين الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، ومن أهم من قدمتهم القوات المسلحة للرياضة المصرية. ارتبط اسمه بالراحل محمود الجوهري حيث عمل معه منذ عام 86 وظل سويا حتى عام 2007. حقق معا أغلى البطولات، منها أمم إفريقيا 98 ببوركينا فاسو وبطولة العرب والوصول لكأس العالم عام 90 بإيطاليا، كما قام معا بتطوير ونهضة الكرة الأردنية لمدة 5 سنوات. من أهم محطاته تدريب منتخب مصر الأول عام 80 مع فؤاد صدقي، والمنتخب الأولمبي مع هاني مصطفى عام 82، والعمل مع مايكل سميث وسكوب وهاني رمزي والراحل الدكتور محمد علي وزكي عثمان وعلي أبو جريشة وحسن شحاتة ورود كرول وفتحي نصير. مشوار رائع مع تدريب حراسة المرمى للمنتخبات المصرية بمختلف الفئات، المنتخب الأول والأولمبي والشباب والناشئين، كما تولى مسؤولية المنتخب العسكري وتمكن من تحقيق بطولة معه،
وعمل بالعديد من الأندية المصرية ليكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة المصرية والعربية والإفريقية. رجعنا مع حضراتكم. تاريخ كبير يا كابتن فكري بصراحه، تاريخ كبير جدا جدا، ويعني انجازات كتيره، وانا كنت واحد كان ليا الشرف ان انا اكون موجود مع حضرتك وتكون موجود معايا في الجهاز الفني. فعايز ابدا من حضرتك من خلال التقرير، وانت عندك بس 23 سنه بدات مشوارك التدريبي، قول لنا البدايه كانت بدري شويه على انك تبدا مشوار طويل في تدريب حراسة المرمى. هي كانت بداية كمان غريبة، لأن في حراس من اللي أنا مختارهم أكبر مني. يعني أول ثلاث حراس مرمى كان الله يرحمه ثابت البطل أكبر مني بثلاث سنين، وكان وكنت أسطوحي أكبر مني بست سنين. اختيارات منتخب مصر كنت منتخب مصر 80. فيعني ازاي تبقى انت في السن اقل من الاجوان اللي انت واخدهم وهم في النجوميه اكبر، وازاي تقدر تسيطر عليهم؟ صحيح. وازاي تقدر توصل المعلومه؟ فدي كلها كان تحدي بالنسبه لك. هو تحدي. انت عارف دايما اللي بتخرج من المؤسسه العسكريه بيبقى دايما عنده دايما الكلمه اللي احنا نقولها الجيش بيقول لك الصر بالظبط. هي التحدي وهي الإصرار، وده المشوار اللي أنا نجحت فيه مع أي حارس مرمى، حتى مع إكرامي كبير وحش أفريقيا. يعني الناس ما تعرفش إن إكرامي كان جاله كارتلج ولم يتم اختياره في غضروف، جاله غضروف واتعمل عملية. كنت باخد إكرامي بيشتغل في من غير ما حد يعرف، وموافق طبعا المدير الفني المنتخب، وعمل اتصال بالنادي. كنت بمرنه في نادي المقاولين العرب الصبح بخمسين كورة. خمسين كورة والله يا كابتن هاني، وعشان لازم ينزل 8 كيلو. وقعدنا كده حوالي 20 يوم. وبقى يوميا طبعا بتتمرن يوميا. الصبح ده غير تمرين المنتخب. ده حاجة كده برايفت يعني لوحده على جنب. وصل في الاخر انه ما شاء الله بقى وحش افريقيا. يعني عايز اقول عصام الحضري، علي لطفي، يعني في تحدي ابو جبل، كل الاجوان اللي جت معانا، وحضرتك حضرت طبعا مجموعه كبيره يعني كلهم مميزين جدا. منتخب الشباب وابو جبل هو اللي في الصوره. صحيح. وبعدين نبدا البطوله بعلي لطفي، فكل ده وحضرتك موجود كمدير فني في دجله، كنت انت شايف برضو الشغل ايه. هو التحدي لا مستحيل. ودايما يعني انا دايما اقول لاي حد لو عايز تحقق هدف مفيش مستحيل، بس لازم تسعى لهذا الهدف. ولازم يكون عندك اصرار. هو الاصرار، هو التحدي والاصرار والعزيمه هي اللي توصل للنتيجه. والعلمك يمكن كابتن هاني، لاني انا يعني قدر من الله ان انا حضرت مع كابتن هاني وهو لعب، وحضرت مع الكابتن هاني وهو مدرب، وحضرت مع الكابتن هاني وهو مدير فني. وهقول كلمه مش عشان انا قدامه، في حاجات لا كرامه لنبي في وطن. كابتن هاني واخد الستايل بتاع الجنرال العظيم محمود الجار اللي هنتكلم عنه ان شاء الله باستفاضه، وكان ماشي بخطوات لدرجه ان الكابتن هاني يعني مع وادي دجله وصلنا نهائي كاس. ما حصلش ان مع نادي وادي دجله وصل لنهائي كاس. وما جاش كده. في ناس تقول لك اصل كان حظ. لا 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 لا، انا فاكر لما جه يتعاقدوا مع الكابتن هاني في وادي دجله قالوا له ما تفكرش السنه دي. يعني كابتن علي ابو جريشه ربنا يديله الصحه وماجد سامي ويعني المجموعه كلها في وادي دجله، قالوا كده للكابتن هاني جر يعني ابني تيم عشان نيجي في الاخر لا، من اول ما بدانا، لان في الاصرار في الحب في طبعا الكابتن هاني اختار مجموعه
من المدربين اللي تقدر تنفذ الفكر بتاعه وهي نفس طريقه الكابتن ده. فانا سعيد الحظ ان زي ما دربت 23 سنه قاعد قدامي كلاعب ثم مدرب ثم مدير فني، وانا سعيد ان انا اشتغلت معاه. وما تنسيش انه وصلنا اولمبياد وكانت اولمبياد صعبه جدا، وبرده الكابتن هاني اللي الناس ما تعرفوش كان له دور كبير في ان محمد صلاح والنني صحيح يبقوا في سيول. لا، في ناس ما تعرفش كواليس ان في معسكر اتعمل في سيول هناك، وكان بعلاقه في بازل في بازل، وكان عشان يتفرجوا على الماتشات ويشوفوهم مع الطبيعه هناك. يعني هو التاريخ بيبقى فيه حاجات. لا، هو طبعا شرف لي اولا عشان نخش في حوار الكابتن محمود الجاري. هو انا بالنسبه لي طبعا شرف لي يا كابتن ان انت كنت موجود معايا وانا اشتغلت معاك، ويمكن الكابتن جاري ليه يعني ليه بصمات مع كل واحد فينا اذا كان مدرب او لعيب. وانت طبعا يا كابتن زي ما قلنا في التقرير انت شريك الكفاح والنجاح. بدايه عايزين نتكلم على كابتن محمود الجهري، ازاي بدات العلاقه ما بين حضرتك وبين الكابتن الراحل طبعا كابتن محمود الجهري؟ انا ماسك اول لقاء انا ماسك منتخب الاولمبي مع مستر كرول اوكي كرول ريد كرول وفاروق السيد ربنا يديله الصحه. فكابتن جهري كان راح نادي الزمالك فعلا، وكنا واخدين من نادي الزمالك 7 لعيبه، حازم إيمان مع مدحت عبد يعني مجموعة كبيرة من اللعيبة من نادي الزمالك من الأهلي. يعني كان المنتخب الأولمبي عبارة عن الأهلي والزمالك عادة عصام الحضري إن هو مثلا من بره أو كلام. فجه المركز الأولمبي فشافني وأنا بشتغل مع الحراس فراح ناديه لي قال لي إحنا عايزين نعمل دي أول كلمة قالها لي رحمة الله. أنا عايز أنسخ يعني أستنسخ منك مجموع أكتر من فكر صالح يبقى موجود في أكتر من حد. فأنا افتكرته بيجامل يعني، وخلصت القصة وجي سلم على كرول والكلام ده كان بعد تمرين اتفرج عليه. بعد كده فوجئت بيكلمني في التليفون و بيقول لي هل ممكن تدي للناس اللي عندي في نادي الزمالك، قلت لهم كلهم اولادي اذا كان الكابتن احمد سليمان او اذا كان عماد المندوه كلهم اولادي وما تقلقش من اي حاجه، وحضرتك عشان تبعد عن الحته دي انا ممكن اتواصل معاهم والحته دي احلها بس. فبدأت العلاقة من هنا تبقى على ود. فوجئنا ان هو قال لي خلي بالك انت من الاشراف. فانا ما حدش انا عمري الأشراف. من الاشراف انا عمري ما قلت لحد سلالة او ان انا شريف فكري او من الاشراف. فقال لي خلي بالك انا كمان من الاشراف. طب هو عرف منين؟ عرف لاني والدتي الجهرية يا حبيبتي وهو في الاخر الجهري. الشيخ الجهري ده هو بيجمع بين والدتي وبين والد الكابتن جهري. هو حضرتك يوصل فنوصل لنسل في الاخر نسل سيدنا الحسين. هو حضرتك فعلا مسمي كمان ابن حضرتك محمود الجهري اسم مركب تاثرا بالكابتن الراحل محمود الجهري؟ لاني كابتن محمود مش مدرب يعني دي مش اشاعه يعني مدير فني. دي مش شائعه محمود يعني ده حقيقي وكان هو يعتز بيه جدا واحنا ساميه هاني بالنسبه لينا يعني كانت تعتبر برضو صديقه للمدام ولاني وكمان شريكه الكفاح يعني لا كمان ده شريكه الكفاح واحنا بنسمع وانا عايزه اوجه لها تحيه لان انا عارفه ان هي قاعده بتتفرج النهارده على الفقره الخاصه دي اللي احنا بنهديها لروح كابتن محمود الجهري. فانا بحييك من البيت الكبير بس. فاتفضل انت عارفه سامي هانم انا مثلا احنا في سفريه اه وسامي هانم هو عامل لها برنامج تسجل
حبيبي تقعد تسجل ماتشات. ماتشات اه طبعا. لو مكالمات ما كابتن علاء نبيل قال لنا قاعد يتكلم. تسجل ماتشات عشان هو لما يرجع من السفريه حبيبتي يبتدي يشوفها وبيشتغل عليها ويقيمها وياخد ملاحظاته ونقاط قوه. كان يعني رغم الامكانيات الميديا ما كانتش زي دلوقتي انما كان دايما سابق عصره، دايما بيفكر خارج الصندوق. ده حقيقي. ده 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 الجنرال العظيم محمود الجار. فسامية هانم لا لها دور عظيم جدا سواء في تربيه الاولاد وان هو ما يبقاش في عنده اي عبء حواليه، سواء حتى في المسيره الكرويه. هي بقت من كتر ما محشراه بقت كرويه وبتفهم كوره. دي حقيقه، دي حقيقه. فعلا وراء جدا. كل رجل عظيم امراه. وعلى فكره اعظم أعظم حتى لنا يعني من ساشين طبعا. أنا وإنت حضرتك بتحكي كابتن فكري إن أول حاجة شافها فيك الكابتن محمود الجوهري وفي المنتخب الأولمبي، أعتقد ويمكن الناس ما تعرفش كلام ده، كابتن فكري بيمرن حراس المرمى كأنهم بالضبط في الجيش دايما، اللي هو حتى لما بيعد يقول لهم مثلا اعملوا 20 ضغط، العدة نفسها واحد ده لا قوات الصاعقه، قوات الصاعقه قوات الخاصه او زي ما بقول النخبه بالظبط. تحس ان صوت الكابتن فكري بيطلع بيهز، وده بيدي نوع من انواع الحماسه، والولاد بيبقوا فعلا متحمسين جدا. فعايز اخد من ديت ان الخلفيه العسكريه اللي حضرتك اتربيت عليها والكابتن محمود الجوهري اتربى عليها كان ليها اثر كبير جدا جدا في شخصيه حضرتك وشخصيه الكابتن جوهري في ترجمة المعسكرات لشكل مختلف عن اللي احنا عايشينه، في التعامل كمان احنا عارفين التعامل العسكري غير الشدة والصرامة والالتزام، لا كمان موضوع انك بتقرب وبتبقى اخ وبتبقى اب. فقول لنا ده الخلفية العسكرية فعلا اثرت على شخصية حضرتك. طبعا لاني هو طبعا كان كابتن سلاح اشارة وخريج المؤسسة العسكرية دايما اولا بيبقى الوطنيه كلنا صحيح جزء من الوطنيه، بس الكليه الحربيه بتدي لك بتخلي الوطنيه دي عندك تزيد قوي. انا هحكي كلمه كان بيقولها لي الكابتن جوهري يمكن حتى واحنا في بوركينا فاسو دخلت عليه مره. طبعا بوركينا فاسو دي لازم تدرس لحقيقة. يعني لازم هنجلها. فدخلت عليه بقول له يا كابتن طب ما تريح شوي يعني ارتاح، كان يعني انت عارف المكان اللي كنا فيه قال لي ارتاح ازاي انا شايل هم 100 مليون مصري لازم يفرح. شوفي مش ان المباراه يكسبها او ان انا الجوهري او الكلام ده، لا 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 شايل حمل 100 مليون مصري عايز يفرحه. هو دي الوطنيه، لان في ناس النهارده كابتن هاني من السهام بيتكلموا على مصر وعلى الوطنية بس كلام بس وليس أفعال، أقوال ويتكلموا كويس قوي، يعني زي ما بيقولوا اللسان يرقص كويس قوي. كابتن جوهري أفعال. النهاردة لما نشوف هدية الله لمصر فخامة الرئيس السيسي عمره ما قال هفتتح حاجة، صح؟ بنلاقي فجأة في المقر بيتفتح شيء عظيم. هي دي المؤسسة العسكرية، الانضباط كمان يا كابتن، ومش مشروع ومشروعين، لا الانضباط كمان ده غير اللي بالفيديو كونفرنس غير اللي لا انا قصدي ايه ان خريج المؤسسة العسكرية بيبقى الانضباط عنده زي ما قال الكابتن هاني بيبقى فيه سمات، السمات دي بتوصله للنجاح. لاني عشان توصل للنجاح والكابتن هاني عارف واكيد حضرتك عارف نسهاب ان لازم يبقى في روشتة، اول روشتة دي الالتزام، صحيح؟ يعني هذا المكان الجميل ده اكيد وانا مغمض ده في حياة عسكرية في التزام في قواعد معينة، عشان كده بتلاقي في نجاح. انا وانا قاعد مبهر باللي انا شايفه وشفت الاعداد قاعد ياخد قد ايه. الناس يمكن بتشوفنا دلوقتي الصوره، انما الاستوديو ده كان التصوير قد ايه والمخرج بيعمل ايه والكلام ده، هو ده صحيح. وزملائنا طبعا ورا الكاميرات، ويعني على فكره سهام كمان الكابتن جوهري كمان كان بياخدنا
معسكرات الجيش نتمرن جوه لعبت الكوره كان قدام ثلاث ساعات وكان في طريق مدرسه الصاعقه الكسبان الرمليه لا كابتن وحتى طريقته في يعني احنا لما نيجي نحكي على بوركينا فاسو لان الكابتن هاني كان شاهد حيو كان كابتن التيم في الوقت ده وكان له دور مؤثر كبير جدا اما نحكيه كابتن جوهري بيتعامل مع الديتيلز الصغيره جدا ما حقيقي حتى مع سالم اللي هو مسؤول الملابس حتى مع اي حد حتى مع عم كان بيركز في كل واحد هو ايه مدي كل واحد هو وزير ايوه حتى لو كان البوزيشن بتاعه صغير وبيسيب له فيها الصلاحيه ولا يسمح ان حد يهين حد ما حقيقي ده كابتن جوهري كان شخصية فزة زي ما بقول دايما رب يعني كل ميسر لما خلق له صحيح هو خلق عشان يبقى رجل عظيم ونعم صحيح هو صحيح. لحظة وفاة كابتن جوهري حضرتك كنت فين وقتها؟ والله احنا كان طبعا عندنا المنتخب الأولمبي وكنا عندنا كذا رحلة وجيت من الرحله لقيت استاذ احمد قطشات وده من الناس بسميه رمز الوفاء في الاردن لان ده كان مدير المنتخب او سيادة السمو الامير جابه يبقى موجود مع كابتن جوهري اول ما راح يعني مشرف على المنتخب اول من استقبلنا في الاردن كان احمد بيه قطشات شخصية كريمة جدا شخصية وفية لدرجة غير طبيعية لكابتن جوهري مع المعايشة اللي عايشها لكابتن جوهري خد كل الصفات ودايما كابتن جوهري عنده ميزة رحمة الله عليه ان اي حد بيشتغل مع كابتن جوهري بيتأثر بيه ده حقيقي حتى لو اختلف معاه يعني اكيد الكابتن جوري اختلف مع ناس في أكيد. اثناء المشوار رحلة. ونجوم طبعا بس هتلاقي النجم يقول لك انا خدت من الكابتن جوري حاجات والله يا كابتن ما انا ده يعني بتواضع ان انا اقول حاجه احنا عايزين برضو يعني نتذكر كابتن جوري ونزلنا للجمهور علشان نساله عن ذكرى يعني هذا الراحل الكبير جنرال محمود الجوهري هنشوف يعني الناس قالت ايه ونرجع تاني البيت الكبير قصة كفاح بقى مع منتخب الوطني قصة جميلة وراجل رحمه الله راجل ممتاز يعني وذو شخصية قديرة وصل مصر لكأس العالم في فترة كان بقالنا كتير جدا تقريبا كان الفترة كان قبلها كان في حاجة و30 أثر مع منتخب مصر جدا وأثر حتى في الكرة الأردنية وعمل فيها تكتيكات شغل جامد الله يرحمه كان كابتن عزيز جدا علينا عن مصر كلها وكان الحمد لله خدنا أمم أفريقيا سنة 98 وكان عام معاه جيد كويس كان مدرب كبير وعمل إنجازات وكأس أمم أفريقية وكأس عالم وصل كأس عالم شفتك كمدرب مع منتخب مصر عمل تاريخ في كأس الأمم الأفريقية الله يرحمه كابتن محمود الجوهري طبعا مش هننسى كأس العالم سنة 90 عمل إنجاز كبير مع جيل جميل الجنرال جوهري واحد من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية يكفي أنه وصلنا كأس العالم سنة 90 بعد سنين طويلة ما وصلناش فيها كأس العالم كابتن محمود الجوهري ده تاريخ اللي محدش يتكلم فيه مفهوش فصال كابتن محمود الجوهري رجعنا مع حضراتكم انجازات كبيره طبعا يا كابتن فكري بس خلينا انا حابب طبعا كلنا عارفين انجازات الكابتن جوهري وعارفين ان هو من افضل المدربين المصريين في تاريخ الكره المصريه بس انا عايز اخد حضرتك في الحته الانسانيه شويه ناخد حضرتك في الحته الاجتماعيه شويه كابتن جوهري كان بيتعامل ازاي هقسمها سؤال اتنين هتاخد انت النص الاولاني وانا النص التاني السؤال بيتعامل ازاي مع الجهاز الفني مع الناس اللي بتشاركوا في المسؤوليه وبيتعامل ازاي مع اللعيبه انا ممكن برضو نتكلم فيها ونتناقش فيها نمره واحد عايز برضو قبل ما انسى كابتن هاني مساهم اني
كابتن جوري لغايه 88 اول ما مسك المنتخب ما كانتش الكوره المصريه وصلت للعالميه. صحيح. يعني ما فيش هو اول عالم. من ادخل نظام الاحتراف في مصر. ما انا عارف كده. اول من طور منظومه. انا لو اقول لك مرتباتنا واحنا بنشتغل مدير فني كان بياخد لغايه 88 300 جنيه والله في الشهر. وكلام وممكن تقبضي وممكن ما تقبضيش وتقعدي شهرين عمال ما تقبضي كده. كابتن جوري مجرد ما جه اتنظمت القصه كلها تغير حتى عشان كده بقول هو اول من طور منظومه الكوره سواء لمدرب سواء للاعب سواء لاداره سواء للاتحاد. فكر الاتحاد صحيح. الاتحاد كان دايما لو مستني اعانه وزير الشباب لو وزير الشباب مش راضي عنهم بيقفل حنفيه. لا جه محمود الجوري غير المفهوم ده بالفكر بتاعه. وده حاجه. اتنين الكابتن جوري قبل ما نتكلم على الكره لاني اما لو هتكلم على الكره كل الناس عارفه عايزين نتكلم على زي ما الكابتن قال عايزين حته هحكي حاجات ناس كتير ما تعرفهاش في الجانب الانساني. يمكن طبعا كابتن هاني يعرف جزء منها انه حضرتك ما تعرفيش هيتكلم عنها يعني دلوقتي. كأب لان انا اقول الجنرال العظيم هو اب واخ وقائد ومعلم واستاذ. هتكلم على الاب الحنون انه بيلاقي لعيب في زنقه وعايز يتجوز بيعمل له فرحه على حسابه في دار الدفاع الجوي. لا والله تمام. طيب واحد لعيب ظروفه تعبانه واخته عايزه تعمل عمليه بيكلم الدكتور احمد يعمل العمليه ويعمل كل حاجه من غير ما حد يعرف لا جرايد ولا اي حد وهو اللي يدفع للدكتور احمد يقوم بكل التكاليف انا بتكلم على الاب الحنون. فاهم قصدي؟ طب ده سواء مع لعيبه سواء مع جهاز كان بيقرا من العين. ما انا عايز اعرف بقى مع الجهاز يا كابتن كنت بتشتغله ازاي وانت قلت كابتن جوهري ليه معامله خاصه وليه طريقه خاصه واللي ما يفهمش طريقه الكابتن محمود الجوهري اعتقد هيبقى عنده مشكله. كنت بتتعاملوا مع الكابتن او هو بيتعامل معاكوا ازاي؟ كابتن جوهري كان ذكي جدا وكان ربنا مديله الحته دي اللي هي ازاي تقدر اصل التعامل مع النفوس البشريه ده من اصعب ما يكون. صح لان ممكن والله يا ميس سهام متلاقي واحد طيب جدا كابتن فكري ممكن ما تقوليش ميس سهام مش قادر لا ما لا لا هي سهام بس عشان يعني انا اللي بتحرك واجي اتكلم في البيت الكبير القعده مش رسمي يعني انا اقول احنا في البيت بنتكلم في البيت خلي بالك ده الكابتن جوهر طبعا لا الكابتن اللي علمنا كده اني ما اقدرش اتكلم على سهام الا اقول كابتن او يمكن انا اول ما دخلت قلت اقول كابتن سهام ولا اقول ميس سهام ماليش دعوه ولا كابتن واقعيه خالص طبعا فيعني تعلمنا احترام المراه لانها الشيء الجميل اللي في مصر واللي في الحياه نعم وكابتن جوري كان بيقدس الحته دي بيقدس المراه ودور المراه وعشان كده كان رؤيته دايما سابقه ومن هنا حته الاحترام ان عندنا انا لغايه دلوقتي اخواتي او اختي ما اقدرش اناديها باسمها فعلا يعني اختي اللي مربياني وهي اللي امي ووالدتي لان انا والدي ووالدتي توفوا وانا عندي 5 سنين وهي لغايه دلوقتي ما اقدرش اقول لها اسمها ابدا لا اقول لها يا امي لا اقول لها حضرتك يا فاطمه هانم ايه هانم دي؟ قالت لي ايه هانم دي؟ ما انا مش قادر اقول مفتقدين الشياكه دي يا كابتن فكري فيعني بجد والله يعني مفتقدين حتى الشياكه حتى عندي المدام ما اقدرش اقول حتى اسمها حتى في الالفاظ في يوم الكلام يوم ما اقول لها يا ماما عندي مامه محمود اقول لها كده سلمنا على محمود وحشني جدا ده اكيد وهو بجد سعيد جدا على فكره ان شاء الله يكون حارس مرمى قريب لان عارف هو ده اسد وادي دجله دلوقتي ما شاء الله طب احب المكان بس انا اقول لك حب المكان وانت ماشي. وانت اتكلم احنا رحنا بوركينا فاسو
ومصر كلها ضدنا. ليه؟ كابتن جوهري عمل مؤتمر صحفي وجاب الصحفيين كلهم، عمل ورقة وزعها عليهم، قال يا جماعة احنا ترتيبنا يودينا المركز الـ13، انما احنا هنشتغل ونعمل وقدامنا صعوبات كذا وكذا وكذا. سابوا كل حاجة وراحت الجرايد كاتبة تاني يوم المركز الـ13، الكابتن جوهري بيقول هنطلع المركز الـ13. طب رايحين ليه؟ فلا الوزارة ادتنا فلوس ولا عندنا ملابس نسافر بيها. والله اللي انا بحكيه ده لدرجة ان اللي عمل لنا الملابس احد الاصدقاء ليا وللكابتن جوهري صاحب مصنع خاص، يعني عمل لنا الملابس اللي لعبنا بيها بورتينا فاز، كان اسمها بنيسيا ولا اديداس بقى ولا اديداس ولا بوك، وما كانش عندنا بوما بوكيت ماني، بوكيت ماني جانا بعدين. لو انت تلاحظ كمان التيشيرتات كانت يعني في تيشيرتات واسعه يعني كان دي متفصله مش جايبه معموله لا مصنع معموله عشان ينحل الموقف. حتى الكابتن هو اللي كابتن الجوهري رحمه الله عليه هو اللي مصمم الرسمه اللي انت بتشوفها دلوقتي، ديزاين ده اتعمل على الميد ان ايجيبت اللي هي الفانيلا دي. المهم لما وصلنا بوركينا فاسو جه الاتحاد استلم المخزن بتاعنا في الدفاع الجوي. يعني معناه ايه؟ ان انتوا رايحين مش راجعين تاني على المكان ده. يعني سلمنا المخزن، يعني انتوا مروحين كجهاز. ما وصلت الدرجه دي كانت الثقه يعني كان ولكن والله كان الكابتن جوهري انا بحلف بالله كان دايما يقول لنا سيبهم عايشين في الوهم ده، احنا هنطلع ان شاء الله نلعب النهائي. المهم اما رحنا بوركينا فاسو نزلنا من الطياره خدنا الباص نزلنا على مقابر، عارفه بقى المقابر القديمه؟ لا والله والله. فنزلنا احنا الجهاز وفتحي مبروك كابتن فتحي وعلاء نبيل كلنا لا 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 احنا ما نعيش هنا، فكلنا واللعيبه في الباص محدش راضي ينزل. راح الكابتن نازل جايب سمير عدلي قال له يا كابتن سمير تاخد رئيس البعثه شوف لنا فندق معيش فلوس، قال له مش حبات رجعونا شوف لنا فندق والسفاره هي تحاسب. وزرجين الكابتن جوهري ونقعد ساعه ونص قاعدين في الباص مستنيين يعني. ما لقوش مكان لان ده البلد كلها ده احنا كنا وصلنا كمان بالليل كان الساعه 11:30 بالليل ولا في عشاء ولا في اي حاجه ومش فندق ده احنا عشان حضرتك تاكلي بتمشي 3 كيلو في مكان كده وده اسمه مطعم. المهم يعني فالكابتن جوهري لقانا بقى زركنا وفات وبتاع لا 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 كابتن احنا نروح احنا نرجع. انت عارفه شوفي بقى القياده لما جه سمير قال مفيش ولا فندق ولا موضوع فلوس ولا حاجه، لان كان معانا رئيس البعثه قال لك ان انا ان شاء الله اتصرف وادفع من جيب بس ما كانش فيه. فراح منزل اللعيبه نزلهم وقال لهم مصر كل ما انت المصري كل ما تتصعب كل ما جواه قوه معينه بتطلع ما بتطلعش الا مع الظروف الصعبه دي، وعشان كده انا هطلع $200 هعمل حاجه دلوقتي اسمها حب المكان. يعني ايه؟ شايفين المقابر دي الفلل دي مقابر حضرتك خليها لي فيلا، كل مجموعه تختار بعض وبقى عندكم اصاري زرع اهو في الجبانه حولوا المكان ده حمر نقدر نعيش فيه على الاقل. بالك يعني $200 في الوقت ده $200 يعني فاهم ازاي. فالمهم وهي حاجه نفسيه يعني كابتن هاني كان مثلا محترف وايه $200 بالنسبه اخذ المركز الاول ده هو فعلا هو اول بس ما خدش مدول قلت وزع $200 على اللعيبه خد عماره معاه واظن وسمير كمونه فشوفي لا شوفي العبقريه بتاعت الجنرال محمود الجوهري اما يطلع لك بالمشكله دي ويخلي بقى اللعيبه ايه احنا دايما بنحط اللعيبه مع بعض لا هو قال ايه كله يختار يعني حتى الجهاز مع بعض ما هو ما فيش اوض كل 5 أو 6 حتى احنا كجهاز كل 3-4 في فقال لك نقوا بعض وروحوا وهنفتش على اللعيبه وعلى الجهاز
مفتش كمان على الجهاز. من اللي انت ما بتعرفوش. انا ما اعرفش فجر اللعيبه بس ده هو الجهاز ما كانش عايز يقعد. ايوه كابتن ما كانش على لما جه قال صوت هنقعد ازاي. هو الجهاز هو اللي سخنه. فهو ما بقول لك ازاي انك تاخد من حدث يضيعك يخليك تطلع فوق. اللي اسالي كابتن هاني الظروف مهما احكي لحضرتك والله يا مس هاني صعب جدا جدا تحقق اي نجاح الا المصري. هو الكابتن جوهري كان عنده ميزه انه بيحول المشكله لتحدي، دايما مشكله يبقى تحدي. والكابتن جوهري كان عنده مبدا اعتقد مش موجود دلوقتي، ان هو طول ما انت حياتك قاسيه شويه في المعسكر كل ما هتجيب نتائج اكتر. يعني ده كان يعني ما كانش بيحب مثلا نقعد في اوتيل 5 ستارز، لا انا لعيبتي لازم تبقى مكافحه شويه. يعني شكل عسكري هو خدها من كابتن هاني، هو خدها من المؤسسه العسكريه. صحيح. لاني فعلا العسكري كل ما الظروف زي فرقه الصاعقه ومعلمي الصاعقه والسيل، انت لو تشوف مدى الصعوبه، واكيد بتتفرجوا في الميديا مدى الصعوبه عشان تقلبك من طبعًا انسان لانسان. صحيح. وبعدين ده غير كمان الضغوط اللي حضراتكم تعرضتوا ليها من قبل الاعلام والجمهور وكل حاجه كلها. فهو انا هحكي موقف كده سريع برضو. كابتن هيفتكره. النادي الاهلي بيلعب نهائي كاس مع المصري، واحنا عندنا مباراه ساحل العاج، دي مباراه مهمه جدا، لا توصلنا لا تروحنا مباراه دور الثمانيه. فعمل ايه؟ لان هناك النظام ان الطيران لازم بتحجزي قبلي. فراح مجمع الفرقه على العشاء قال لهم يا جماعه خبرين كويسين. الخبر الاولاني ان الدوله ما شاء الله البوكيت ماني بتاعكم جه، الفلوس جت، تحويل كله جه. ده واحد. الخبر بقى الوحش ان كابتن سمير عادل اهو ما لقاش طيران الا في نهايه الدوره. يعني لو اتغلبنا هتقعد بعد بكره قاعدين لغايه النهائي ما يخلص. هم يعني عايزين ما مش فاهمين. فيعني بدل ما تقعد يعني عشان ما احنا بقى كمان نطلع من البطوله ونقعد كمان 10 ايام تاني في البلد. بقى لا ده نلعب بقى ناخد البطوله. صح. فشوفي شوفي التفكير السريع. خلي بالك ده جابها في لحظه. يعني مش مرتبه لان انا قاعد وعارف والديالوج ده بيتعب. فلا في قصص كبيره للكابتن جوهري في الاردن كانسان وكاب. هضحكك النظام ان هو قاعد في فيلا، وانا وكابتن علاء نبيل طلبنا ان كل واحد قاعد في سويت في فندق في ستار. فالكابتن بيجي ياخدنا بالعربيه وعلاء هو اللي يسوق وكابتن يبقى جنبه وانا قاعد ورا ونطلع للاتحاد. فكل يومين ثلاثه الكابتن يقول يا جماعه سوري انا اسف حضروا في واحد مصري ظروفه عايزين نقطع له تذكره. تدفع كام على مثلا يقول 100، تدفع كام فكره اقول له 100، انا هكمل الباقي. فكل ثلاث ايام يجيك الكابتن واحنا مش يقول عندي مشكله عايزين نلم يا جماعه عايزين نلم. مين النهارده هيبقى سعيد الحظ فرح على كابتن علاء فرامل. قال له كابتن احنا جايين نشتغل ولا جايين لخدمه اجتماعيه؟ كابتن علاء. كابتن علاء لاني فعلا كان بيحل جميع مشاكل. انا مسميه سفير شعبي. يعني هو صحيح مش سفير الاردن، انما ده اللي كان بيحل كل مشاكل للمصريين. يروحوا له بيته حتى اما تعب هناك كنت تلاقي على بيته ده جمهور مصري عايزه تطمن عليه. عملوا له اسم شارع باسمه او تمثال باسم الكابتن محمود يعني في الاردن. طبعا. فندم احنا واحنا موجودين في اليابان بنلعب نزل الملك عبد الله اوضه اللبس وقال شكر كابتن جوهري والجهاز وقال له يا كابتن جوهري انت من النهارده بقيت واحد مننا لازم تعيش بينا. احنا ما فهمناهاش حتى انا وكابتن علاء كابتن علاء هو فسرها ويسالني وبتاع ونسال لغايه ما رجعنا الاردن. فشوف بقى الاحترام والحب والتقدير. انا هديك بيت اقول لك البيت اهو، انما خلي رئيس الوزراء او ما يعادل رئيس الوزراء يمر معاك يفرجك على ثلاث بيوت عشان انت تختار منهم بيت. الله. دي حاجه كبيره. بيقدروا طبعا قدروا قيمه كبيره جدا ان يحطوا اسمه على اكبر شارع هناك.
ان يتعمل له جنازه عسكريه حقيقي 21 طلقه. طب انا هحكي قصه ما حدش يعرفها المصريين الا يمكن انا وعلاء وسامي هاني الناس المقربين قوي المقربين اللي حصلت ساعه الجثمان احنا موجودين في مطار المازا اتعملت له جنازه عسكريه وطياره عسكريه شايله الجثمان رحمه الله عليه ومعاه احمد الجهر الطياره العسكريه وهو جاب الاتحاد بالكامل احمد بيه قطشات والمجموعه واللعيبه والكلام ده في طياره الامير سمو الامير علي بن الحسين فالطياره الخاصه وصلت المطار قبل الطياره العسكريه بنص ساعه سمو احنا قمنا كنا في مطار الماظة انا كنت موجود انا وحضرتك كنت موجود كابتن علي كان موجود وزير الشباب ووقفنا عشان نستقبل لان طياره سمو الامير سهام هانم نزل مش سهام نزلت المدرج مرضاش قال ما اقدرش اجي يعني دنه في المدرج حوالي 25 دقيقه لغايه ما الطياره العسكريه وجثمان الراحل وصلت الجنرال العظيم محمود نزلت الارض راح احد الطياره متحركه جنبيها ورحنا كلنا شايلين الجثمان ده حقيقي ده حقيقي شوف التقدير والاحترام من حتى شخصيه وهو متوفى ما ده انا بقول انا بقول معلش يعني كابتن محمود الجهري لم يكرم وهو حي في مصر ولم يكرم وهو ميت كرم في الأردن وهو حي وهو ميت رحمة الله عليه ودايما كان دي كلمته لا كرامة لنبي في وطن بس هو كمان برضه كابتن سوري كابتن هو بس في هو حاجة ربنا عوضه القعدة بتاعتنا النهاردة وشوفي الكابتن هاني احنا كابتن هاني واحنا بنقعد دايما في أي حاجة احنا مثلا جيل التسعين ده كابتن هاني نروح مجمعين بعض وقاعدين ده جيل محمود الجهري جيل الجنرال محمود الجهري يمكن عملناها مرتين اما مثلا كابتن عنده مناسبه تلاقي الجيل كله رايح حتى لو في ايه فهي دي يعني حتى وهو متوفي التجميع بتاعتنا النهارده ان انا اكون في فايد واسيب فايد واجي لان في ذكرى له على حسه ان الكابتن هاني وهو بيشتغل يتكلم ان انا اتكلم ما هو ده الحب ده لا يعادل اي شيء دي حقيقة. الله يرحمه بس عايزين بقى يعني قبل ما ننهي طبعا الحوار العظيم مع حضرتك نتكلم فني شويه وعايز طبعا يعني فنيا مش هنلاقي احسن من حضرتك مستوى حراس خاصه حراس النادي الاهلي وخاصه الشناوي في فتره اخيره عامل طفره كبيره جدا شايف حراسه المرمى عامه في مصر ازاي وخاصه في النادي الاهلي بص انا شايف محمد الشناوي في معاه مدرب قدير اللي هو ميشيل لانه غير بص باختصار حارس المرمى كعباره عن كلمتين ودايما بقول مساحه وزمن المساحه وزمن واما اي جون يغلط بص دايما يفتكر الكلمتين مساحه وزمن طب ايه المساحه التمركز السليم في المكان السليم في التوقيت السليم وده كان الشناوي زمان عنده الحته دي لان الشناوي ربنا اداله كل حاجه البنيان الجسماني الاخلاق الكريمه حقيقي الصفات اللي تساعده على الاستمراريه مهاره حارس المرمى انما في حاجات في البدايات منها التمركزات دي ما كانتش موجوده عشان كده كنا في وقت من الاوقات نقول محمد الشناوي ايه اللي طلعه وتسبب في ضرب الجزاء وتتكرر لا ما بقاش ده موجود ده فده تدريب خلاص يعني لا النهارده في ثبات حتى سرعه احنا قلنا مساحه وزمن الزمن ده سرعه رد الفعل اللي يصل الى الفيتمو ثانيه اللي هي بتاعه الدكتور زويل بيجيب من عندي هتلاقيه في كور بيطلع يضرب بوكسنج لو اتاخر لحظه في الماتشات اللي فاتت توقيت سليم تمركز سليم طالع مدي بوكس بايد واحده السرعه دي لو اتاخرت ثانيه تكلفه جول صح. فانا لا تاتش وود عليه انا شايف ان هو ماشي بخطوات ثابته لفوق السمات الشخصيه اللي عنده بتساعده انه يكون قائد ثلاثه بيعمل حاجه دلوقتي انا بطالب بيها من زمان وحتى في ان انا لازم اكون لعيب كوره قبل ما ابقى حارس مرمى النهارده بقى هو اللعيب رقم 13 او رقم 12 النهارده هو جايب جون انا بعتبره جايب جونين صحيح فالحته دي مهمه جدا هو عنده كمان اصل خلي بالك قوه الشوطه
مش بالعضلات، بطول الرجلين، فهو ما شاء الله يعني يقدر يوصل يكون يعني اخر كذا مره وعامل كاونتر ياخد خطوتين لقدام ويروح عامل لا تاتش ود عليه. شايف انه قايم بدور قيادي كقياده مهمه جدا في سماته الشخصيه ودي هتوصله. ما ننساش ان هو عنده حته خزين مخزون انه خد احسن حارس مرمى او مان اوف ذا جيم في اول ماتش في كاس أول العالم مباراه في كاس العالم ودي ده تاريخ بتدي لاي حارس مرمى. ايوه برفع قبعه للمدرب اللي معاه لاني ده تاثير الشغل لان التمركزات دي مش هتقدر تضيع الا التاثير مدرب بيشتغل معاه بدايه الهجمات. خلي بالك بقى بدا بيدي بيوصل للاعب مش شوطه بتتشطه بس ده صحيح بيبقى حتى بايديه ايد ورجل بيوصل محدد عارف عايز يدي لمين ده صحيح. فده اتمنى له التوفيق في اللي جاي لان هيبقى له دور مهم جدا في مباراه المغرب الوداد الوداد في المغرب هتبقى دور مهم جدا ان انا لازم اطلع بنتيجه سلبيه وهيبقى له دور كبير قوي ان شاء الله بمشيئه الله في هذه المباراه عشان النادي الاهلي يكمل مشوار منتخب مصر تمام. طب يا كابتن فكري حضرتك شرفتنا والله بجد. لا انا مش همشي ما اقول زي ما انتوا عايزين ما لحقناش الجهاز كبير والله انا في حاجات والله ما قلت انا كنت جاي اقول لكم اسرار لا يعلمها حد من 15 سنه عن الكابتن جوهري. زي ايه بقى كابتن فكري زي ايه زي كابتن جوهري رجع ليه من الاردن كمدير فني وراح ماشي ليه ما كان حدش يعرفه وكان فيها برضو الكابتن. طب ليه؟ انا كنت ليه نعرف بس لا ما فرصه لا بالعكس ما دي فرصه ما انا عشان كده لا لا دي فرصه يعني نستغل فيها وجود حضرتك عشان نعرف. قول لي قول للساده المشاهدين ديت بس عشان كمان يبقى على فكره انت واحد دلوقتي واحد من البيت طبعاً. انت لما كان النهارده هنخلص معاك ان شاء الله هتلاقينا بعد بكره ان شاء الله انت مش اخر يعني نتشرف حضرتك نقول حاجه عشان نعرف الجنرال العظيم كابتن محمود الجوهري كان بيحب مصر قد ايه وهو قاعد في الاردن جاله تليفون بس خلي بالك ما حدش يعرف الكلام ده لان الكابتن علاء كان نزل مسك منتخب بالظبط كابتن حسنين ما كانش في حد موجود قال انا معاك فاتصلوا بيه هنا كابتن سمير زاب قال له مش كفايه بقى الاردن يعني باختصار الكلام عايزينك تيجي مصر قال له عندنا منتخب الشباب ايه رايك قال له لو جيت انا ممكن انهي كتدريبي ان انا امسك منتخب الشباب ده واوصله نهائي كاس عالم وناخد وخاصة ان كان هيتم افتتاح برج استاد برج العرب وده استاد الجيش وهو راجل جيش فقالوا له طب احنا مش هنعلن ده بس هتبقى المدير الفني واختار جهازك اللي هتشتغل معاه وكل حاجة وهناخد القرار ده في الوقت المناسب بناء عليه ساب الاردن بكل يعني الحياه الماديه والامتيازات ومعامله الناس ازاي وراح نازل ناس مديها له قصر انا قلت بيت هو قصر حبيبي تمام اما نزل هنا نفتكر اما احنا كنا في الملعب هو اختار جهاز كابتن ربيع ياسين وكابتن صيفي والدكتور علاء عبد العزيز كمدير اداري وفكري صالح وبدا يجي لنا الملعب كله فجي في يوم لقيت وشه من اول ما يجي الملعب انا قلت في حاجه استاذنت من كابتن ربيع وجريت جري عليه في الملعب الفرعي بتاع الاستاد ايه يا كابتن جوهري في ايه احمد في حاجه انا دايما كده لان احمد اخر عنقود احمد ابن الكابتن جوهري فقريب منه قوي يعني قال لي يا ابني لا كرامه لنبي فاطمه في ايه يا كابتن قال لي سمير زاهي خدني بقى الاول قعدنا كده تحت شجره الكنبات اللي هي الكنب اللي هو بيبقى محطوط حوالين الملعب قال لي كابتن سمير زاهر رحمه الله عليه جابني دلوقتي وقال لي معلش انا الوزير جابني وقال لي القياده السياسيه بتقول لا كفايه كده على الكابتن جول وتجيبه مدرب اجنبي مهما كان الفلوس كانت صدمة بالنسبة له طبعا صدمة كبيرة جدا لأنه هو كان أقلم نفسه هو كان اجتمع معانا حتى في البيت عنده وقال لنا هل ينفع يبقى كاس العالم عندنا
وفي استاد الجيش والرئيس موجود ويخرج الكاس بره او نطلع من اول دور ده من اول يوم والله آه. يعني من اول لحظه من اول لحظه بيحب البلد جدا و فقعد يعني غير طبيعي كانت القصه دي بالنسبه له. وبعدين بدا يعمل خلاص قرار وقال لك لا كرامه النبي في وطنه وبدا يشتغل ويعمل تطوير الاتحاد وتطوير الاتحاد بقى كابتن ودي قصه بقى نقص عليها وبعد بعد ما نخش الاعلان لا 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 خالص الحلقه احنا ان شاء الله انت توعدنا كابتن فكري انك تكون موجود معانا في بيتك انا في البيت مفتوح على طول وانا اتشرفت بيك حاجات كتير اتشرف دايما بالنادي في اي وقت ربنا ان انا اجي ولازم في اي وقت ربنا يخليك نورتنا كابتن فكري نورتنا ودايما بيتك بيت مفتوح ونتناقش ونقول اسرار كتير جدا ان شاء الله باذن الله. بعد الفاصل صخرة الدفاع دفاع النادي الأهلي سعد سمير.